قصة جميلة جدا، وهي قصة عن الشاب حسن خالد اللي عمل مشروع بديع جدا اسمه خشبة. حسن بسحر ايديه بيحول الخشب لأشياء جميلة جدا في الإبداع والسحر، زي مثلا صور شخصية هتلاقيها معمولة يعني بساطة وبجمال يعني ما فيش مثيل ليه بصراحة. ده بجانب كمان البورتريه اللي عمله لنجمنا صانع السعادة مو صلاح، ووصلوا وصلوا انجلترا وأبدى كمان إعجابه بيه وبجماله وبدقة الصنع. طبعا على سيرة لاعبنا الدولي، احنا طبعا حابين ان احنا نبارك له على التتويج بالدوري الانجليزي، وطبعا هي لفتة عظيمة جدا وهي صعوده بعلم مصر للاحتفال. تعالوا بقى نستقبل اتصال من الفنان حسن. صباح الورد يا فندم واهلا بيك. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا. يعني احنا شايفين شغل مميز جدا وقطع فنية فريدة، تسلم ايديك. يعني بتبين قد ايه ان الفن بيبقى سحر وجمال. يعني احكي لنا الفكرة جات لك ازاي، وانت بتمارس الفنون دي من امتى؟ الفكرة جت في 2011 تقريبا، كان اسمها بيت الأركيت. الأركيت ده فن التفريغ لإنشاء شكل جمالي. أنا بحب أستخدم خامة الخشب عموما، فسميته خشبة في الانطلاق الرسمي ليه يعني في 2015. بدأت من 2015 أبتدي على فكرة البورتريه، وانتشرت بسرعة وابتدت الناس تحبها، فبدأت أعمل بورتريهات بصور شخصية وصور فنانين وصور لاعبين كورة. وصلت لأكتر من لاعب، من أشهرهم محمد صلاح طبعا. وصلت له ازاي؟ يعني عايزين نعرف قصة التابلو ده والفكرة جات لك وصلتها له ازاي، وحصل التواصل أو الإشادة بالعمل الفني. تمام. هو أنا في وقت بعد خشبة ما اتعملت تقريبا سنتين أو ثلاثة، فابتدى المجهود اللي فيها يظهر وابتدى الكواليتي بتاعها يعلى، وبطور من نفسي وقت يعني على فترات متقاربة جدا من بعض. كلمني الاعلامي كريم رمزي ان هو عايز يعمل تابلو لمحمد صلاح قبلها تقريبا يومين او ثلاثه لسفره، وهيكرمه بيه كهديه من الموقع اللي هو بيشتغل فيه لمحمد صلاح. فقال لي احنا عايزينه على وجه السرعه، وحاول يطلع بكواليتي المعتاد ليك يعني. فنفذت التابلو وخدوا الاعلامي كريم رمزي واهدى لمحمد صلاح زي ما هو موجود في الصوره دي. والاهداء بقى يعني او الشكر من مو صلاح كان من خلال السوشيال ميديا. بالظبط كده. انا بشكرك شكرا جزيلا الفنان حسن، بشكره شكرا جزيلا حسن خالد على يعني القطعه الفنيه الجميله دي.